بخصوص هذا الموضوع معنا مباشرة من القاهرة أحمد عبد الدايم محمد حسين، أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة. أهلا بك معنا أستاذ. بداية، برأيك ما هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع شعبية الحزب الحاكم وفقا لهذه النتائج الجزئية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. العوامل كثيرة ومتعددة. طبعا الحزب الحاكم، حزب المؤتمر الوطني الافريقي، بيحكم ليه 30 سنة، وبالتالي ممكن الدور التاريخي اللي لعبه في حركة التحرر بتاع جنوب افريقيا كان يعني يعطيه يعني وما زال يعطيه هذه الأولوية في الحكم. لكن أعتقد أن التردي الأحوال الاجتماعية والانهيار الاقتصادي اللي بتشهده جنوب أفريقيا، أعتقد أن هناك علامات استفهام كثيرة، حتى لدرجة أن الكلام ده كان متوقع منذ شهور عديدة، ونتائج يمكن استطلاعات الرأي لأول مرة في جنوب أفريقيا يعني مع النتائج الجزئية الأولية للانتخابات بتؤكد يعني ما أعلن في الاستطلاعات الأولية للانتخابات. أولا احنا على مستوى المواطنين هناك انهيار وتردي، يعني حتى هناك هو النوع من التطرف الاجتماعي، وحتى في بعض الحركات السياسية تعلن هذا التطرف، لدرجة ان بعض الحركات اعلنت ان ما يسمى باعلنت شعار الطرد لكل المهاجرين اللي هم جايين بيعملوا في جنوب افريقيا، منهم افارقه ومنهم بنغلاديشيين وايرانيين واثيوبيين وغيرهم، اللي هم اصلا احنا شفنا كمان حركات احتجاجيه ضدهم، وبالتالي وكأن هؤلاء الناس يعني. طيب، تردي الأوضاع الاقتصادية هو ما أدى إلى هذه النتائج، كيف يمكن أن يؤثر فقدان الحزب الحاكم للأغلبية البرلمانية على الاستقرار السياسي والاقتصادي في جنوب إفريقيا؟ هو أولا حتى الآن يعني حتى هذا الوقت ما زال المؤتمر الوطني الإفريقي يتمتع بهذه النسبة 42.5%، حتى نسبة يعني دلوقتي 35 أو حتى لو وصلنا 40% من فرز الأصوات، هتلاقي مسألة يعني حتى الآن المغامرة على حزب جديد يعني لم تحدث. اللهم يمكن احنا شايفين ارتفاع في حجم الأصوات اللي خدها التحالف الديمقراطي في هذه الانتخابات، لكن أيضا لأن كل الحسابات السياسية أو المغامرة على الأحزاب السياسية الأخرى أيضا فيها حسابات أخرى على المستوى الاجتماعي. هناك بعض الأحزاب المتطرفة اللي هي أصلا ممكن تسعى إلى مصلحة ما يسمى يعني في بعض الأحزاب السياسية زي حزب أمكونتو ديسيزوي اللي هي أمكا، اللي هي بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، أو حتى المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية، دول لهم برنامج ماركسي شيوعي أصلا بيستهدف التأمين على المصانع والمناجم، وأيضا مصادرة الأراضي الزراعية وإعطائها للأفارقة دون أي تعويض، وبالتالي هناك تخوف كبير حتى من قطاعات عريضة من المجتمع الأبيض من هذا البرنامج الاجتماعي، وحتى من قطاعات محافظة داخل الإفريقيين خايفة إن التماسك الاجتماعي الموجود في جنوب أفريقيا ممكن يعني هيزول. عشان كده بتلاقي ما زالت المراهنة على المؤتمر الوطني الإفريقي، لكن إلى أي مدى المؤتمر الوطني الإفريقي هيستطيع أن يعني يؤثر يعني أو يتقارب مع أو يتحالف مع المجموعات. طيب، عطفا على هذه النقطة بالذات، ما هي التحالفات السياسية الممكنة والمحتملة التي قد يلجأ إليها الحزب الحاكم لتشكيل حكومة إذا فقد الأغلبية؟ هناك السيناريو يعني أخطر سيناريو، هم بيقول لك احتمال الحزب المؤتمر الوطني الإفريقي إن يتقارب مع اللي هو مقاتلون من أجل الحرية ومجموعة رمح الأمة اللي هي أمكونتو ديسيزوي، وبالتالي دول ليهم القراءة اللي احنا قدمناها سواء ليها التأميم بالنسبة أو مصادرة الأراضي الزراعية دون تعويض للأهالي،
وبالتالي لهم برنامج شيوعي ماركسي، وبالتالي هناك صعوبة بمكان، فبالتالي هناك تخوف وطروحات كثيرة. وإحنا شفنا رئيس، يمكن رئيس التحالف الديمقراطي يعلن عن خطورة هذا التحالف، وإن من المفترض أن ألا يحدث أن يتقارب المؤتمر الوطني الإفريقي مع هذين الحزبين تحديداً. حيظل لدينا يعني مجموعة من المقاربات السياسية، إذا كان هل يمكن أن يتحالف المؤتمر الوطني الإفريقي مع حزب المعارضة الإفريقي اللي هو داخل أيضا في تحالف مع ثلاث أحزاب سياسية، مع حزب اللي هو أكشن إس إيه، وحزب آخر يعني قريب من توجهاته السياسية بما يسمى بتحالف الميثاق. والكلام ده أيضا في نوع، قد يكون هذا التحالف الديمقراطي لاتجاهات مع الغرب، اتجاهات نحو الحرية الاقتصادية. طيب ماذا من هذا الأمر يعني. نعم، ماذا عن التداعيات الإقليمية والدولية لهذا التغير في القوى السياسية في جنوب إفريقيا، خاصة فيما يتعلق كما ذكرت بالعلاقات مع دول الجوار والشركاء الدوليين؟ احنا بالنسبه للتحالف، بالنسبه على المستوى الدولي، قد يكون ان الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل متداخله بشكل او باخر يعني في ابعاد المؤتمر الوطني الافريقي عن يعني الوصول الى يعني الى سده السلطه بمنتهى الاريحيه في هذه الانتخابات، نظرا لما جرى ودور المؤتمر الوطني الافريقي في رفع قضيه ضد اسرائيل في محكمه العدل الدوليه، واحنا شفنا الاحكام والتداعيات بتاعتها فيما قبل. بالتالي هناك حصار، هناك يعني في شغل كبير من قبل يهود الموجودين في جنوب إفريقيا المجتمع الأبيض، وبالتالي يعني هذا الأمر أعتقد أن من مصلحتهم أن الاتجاه أي حزب يجي في السلطة يكون لي تقارب مع الغرب وليس تقارب مع المعسكر الشرقي الروسي الصيني، اللي هي حاليا دلوقتي في ترشيحات ان الحكومه ممكن يعني الحكومه الجديده، ممكن المؤتمر الوطني الافريقي يلجا الى احزاب ايضا بتدعو الى تقارب مع الصين ومع روسيا تحديدا. لكن ايضا حتى بالنسبه على المستوى الاقليمي، اعتقد ان الشعار المرفوع من بعض الحركات السياسيه او الحركات الاجتماعيه الافريقيه اللي هي بتدعو طرد الإفريقيين وطرد كل المهاجرين، أعتقد ده هيكون لها تأثير ممكن خشية من أن يؤدي، لأن في بعض الحركات السياسية أيضا ممكن لا تتعامل مع الحكومة، تدغدغ مشاعر الشعب. وإحنا شفنا الكلام ده في منطقة نادالة، إزاي أيضا ها بعض الحركات السياسية يعني تجاوزت السلطة وقامت يعني بأفعال. أعتقد أن الشرطة لولا تدخلها في المرحلة الأخيرة كان من الممكن أن يكون في تأثير على المهاجرين الموجودين من القاهرة. أحمد عبد الدايم محمد حسين، أستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أشكرك على كل هذه الإضاءات.